سطر منتخب المغرب إنجازا تاريخيا ببلوغ الدور نصف النهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه الثمين على نظيره البرتغالي بهدف دون رد ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ويدين الأسود بهذا الفوز ليوسف النصيري صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42. بهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل لنصف النهائي المونديال، لينتظر الفائز من مواجهة المنتخب الفرنسي ونظيره الإنجليزي. يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره المنتخب الفرنسي اليوم في تمام الساعة 10 مساء على استاد البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال، ويتطلع منتخب إنجلترا بقيادة مدربه ساوثغيت إلى الفوز على المنتخب الفرنسي حيث يتسلح بكوكبة من النجوم، بالإضافة إلى انضمام رحيم ستيرلينج بعد غيابه عن مباراة السنغال في دور 16. في المقابل يخوض منتخب فرنسا مباراة اليوم بصفوف مكتملة بدون أي إصابات قبل القمة النارية، كما يتمسك لاعبي فرنسا بقيادة مدربهم ديشامب بالحفاظ على لقب مونديال 2018، وهذا ما يتطلب انتصار تاريخي على الأسود الثلاثة من أجل الوصول إلى المربع الذهبي. ومعنا الآن في الاستوديو المدرب الوطني محمد الذروة، أهلا وسهلا بك وحياك الله معنا. كلمنا في البداية عن هذا الحدث التاريخي لمنتخب المغرب الآن ووصوله إلى المربع الذهبي، فنبارك طبعا للمنتخبات منتخبنا العربي المغرب. الله يحييك اختي فاطمة، مسي عليك بالخير وعلى مشاهدي الكرام، والحقيقة أحب أبارك للأمة العربية والإسلامية بوصول المنتخب المغربي إلى دور الأربعة، ويعتبر إنجاز غير مسبوق الحقيقة، وهذا ليس بمفاجأة. شفنا طبعا المنتخب المغربي قدر أنه يفوز اليوم وهذه الليلة على المنتخب البرتغالي، وسبق وأن فاز في الأدوار السابقة على المنتخب الأسباني، وأيضا تصدر في المجموعة الأولى في مجموعته وأصبح في المركز الأول. فأعتقد أن المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة، هناك فعلا يعني روح عالية تميز بها لاعب المنتخب المغربي، وبالتالي شفنا يعني هو أعطى الآن يعني سعة أفق لأي منتخب عربي أنه قادر على الوصول إلى أبعد مدى في كأس العالم حقيقة. صحيح، ورأينا أيضا تألق لحراس المنتخبات أيضا في نتائج غير متوقعة، أصبحت يعني النتائج تتغير بقدرة الحارس وتصديه لأي هجوم يكون، وهذا ما رأيناها اليوم مع منتخب المغرب مع الحارس ياسين بونو لتصديه ركلة كريستيانو رونالدو في هذه المباراة، فما رأيك بهذه المواجهة التي حدثت اليوم؟ فعلا اختي فاطمة كلامك في محله، شفنا تميز في هذه البطولة بالتحديد عن سائر البطولات السابقة الحراس المرمى، كانوا فعلا الفارق، عملوا الفارق الكبير لدى منتخباتهم، وبالتالي وصلوا إلى منتخباتهم إلى مراحل أبعد. الحقيقة الحارس المرمى المغربي ياسين بونو فعلا قدم مستوى كبير اليوم وتصدى لأكثر من كرة، وكان فعلا يعني السمة البارزة في فريق المنتخب المغربي، تصدى لكرة رونالدو في الدقيقة الأخيرة، وأيضا قبلها تصدى لأكثر من كرة، وبالتالي احنا شفنا هذا الحارس مميز وتحصل على أفضل لاعب في هذه المباراة، وأنا أعتقد أنه سيكون هو اللاعب الأبرز، وأتوقع أيضا تتهافت الأندية الأوروبية لشراء هذا اللاعب، كون هذا اللاعب فعلا عمل فارق في هذه البطولة وكان النجم الأوحد في المنتخب المغربي الحقيقي. وما كان يعني تقديرك للاعبين عندما رأوا هذا التألق من الحارس؟
حقيقة شفنا يعني تفاعلهم معاه وشفنا ثقتهم كانت كبيرة دائما في أي بعد ما تصدى الكرة تحية هذا اللاعب وفعلا تشجيعه، وشفنا طبعا الألفة الحقيقية، شفنا الفريق يلعب كوحدة واحدة سواء في الجانب الدفاعي وأيضا في الجانب الهجومي. وأنا أعتقد الحقيقة يعني هذه كلمة أوجهها إلى الدول العربية، الحقيقة متى ما كان هناك اهتمام في المنتخبات العربية أنا أعتقد راح يوصلون إلى مستوى مثل ما وصل فيه المنتخب المغربي، فقط يحتاجون إلى اهتمام ورعاية حتى يعني يصلون إلى ما وصل عليه المنتخب المغربي. نعم، كلمنا الآن عن المواجهة المرتقبة التي ستكون بين منتخب فرنسا وإنجلترا، فمن هو الأوفر حظا في أخذ بطاقة التأهل الآن؟ يعني أنا أعتقد أن هذه تعتبر بطولة يعني متقدمة، يعني بطولة أو بطولة مسبقة، يعني تتكلمين عن المنتخب الفرنسي يعتبر بطل سابق لكأس العالم، وأيضا المنتخب الإنجليزي الآن يعتبر المرشح الأول خصوصا بعد خروج المنتخب البرازيلي ليلة أمس. فأنا أعتقد أن هذه المباراة ستكون فعلا هي مباراة محط أنظار العالم بأجمع الحقيقة، هي راح تكون مباراة فنية كبيرة، نجد فيها تكتيك أكثر، فيها لاعبين على مستوى عالي سواء في جميع الدوريات الأوروبية. فأنا أعتقد مباراة اليوم من سيفوز فيها أو من سيفوز في هذه المباراة أنا أعتقد راح يكون قريب قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بطولة كأس العالم الحديث. من هو؟ أنا أتوقع يعني الحظوظ يعني هو المنتخب الفرنسي منتخب قوي، لكن ما يميز المنتخب الإنجليزي عن المنتخب الفرنسي وجود لاعبين بدلاء أكثر وعنده حظوظ أكثر وعنده لاعبين في طرق الوصول إلى المرمى بأكثر من طريقة، عنده لاعبين أطراف في العمق جيد في الحالة الدفاعية. فأنا أعتقد يعني قد يكون المنتخب الإنجليزي أكثر حظا من المنتخب الفرنسي، وهذا قد يكون مفاجأة. الأغلب يعني يرشح المنتخب الفرنسي، لكن أنا أشوف المنتخب الإنجليزي قادر كون أنه يملك لاعبين أكثر في دكة البدلاء. نعم، سنترقب بعد قليل هذه المواجهة إن شاء الله، وشكرا لوجودك معنا مدرب الوطني محمد الذروة. والآن مشاهدينا ننتقل معكم إلى هذا الفاصل ونعود.